عالمنا ومنازلنا يعتمدون على الشركات الصغيرة. هذا إبراهيم مزيونة، لقد تولى إدارة شركة عائلته مزيونة هوم. هو يخبر عائلته عن مدى نجاح المتجر. هذا أحمد مزيونة، النجاح المستمر للمتجر يسعده. الشركات الصغيرة هي جزء كبير من حياتنا. هذه هي عائلة مزيونة، مثال على الأشخاص والشركات الصغيرة التي لها تأثير دائم. أجيال من رواد الأعمال يساهمون في بناء عالمنا. انقل عملك إلى عالم الإنترنت مع جودادي.